مالك يا حبيبتي؟ في حاجة؟ لا سلامتك يا طاهر، أنا كويس. متأكدة؟ أهو والله يا طاهر أنا كويسة صدقني. طيب أنا للأسف مضطر أمشي. النهاردة اتعشوا ما تستنونيش، ورايا شغل ويمكن أتأخر. ها؟ يلا حبيبي. باي. وأنت يا كابتن، سلام. مش عايز شقاوة ها؟ باي باي بابا. صباح الخير يا كرم. صباح الفل يا باشا. حبيبي. ازي حضرتك؟ ثواني ارد على التليفون. الو. صباح الخير. طبعا لسه اليوم ما ابتداش عندك. لا وانت الصادق لسه ما خلصش. عندي صداع رهيب من امبارح مش عارفه انام. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. طب بصي بقى، انا محتاجه اشوفك في موضوع كده يخص نغم، محتاجه اقعد اتكلم معاكي فيه. يا ترى اقدر اشوفك النهارده؟ موضوع ايه ده يا ترى؟ ما مش هينفع على التليفون، حابة أقول لك بس أول ما نتقابل. يلا سلام. أنا مش فاهمة أنت بتقول إيه أصلاً. والله ولا أنا فاهم هي قصدها إيه. يبقى خلاص؟ خلاص يعني إيه؟ خلاص مفيش موضوع. إزاي يعني مفيش موضوع؟ شو؟ أنا عارف نغم كويس أوي، وطالما اتكلمت في الموضوع ده يبقى أكيد في حاجة. طب ما تحاول تعرف منها بنفسك. مش هينفع. لو أنت اتكلمتي معاها هي ممكن تتكلم براحتها أكتر مني، وأنت هتعرفي أصلاً تقري ما بين السطور أحسن مني. تضحكي على إيه؟ أنا قلت حاجة تضحك؟ مش ممكن. عندك طريقة رهيبة تقدر تقنع بيها اللي قدامك بكل سهولة باللي أنت عايزه، مهما كان اللي أنت عايزه إيه. طب أعمل إيه يا شو؟ ما هي دي شغلتي. أنا غبية بشكل. في حاجة ولا إيه؟ لا ما تشغلش بالك. يلا أنا هقوم أروح النغم وهكلمك في التليفون. طب وقهوتك؟ مرة تانية. يلا باي باي. مستنيكي. ها؟ حاضر. أوامر معليك. اقعد يا نمسة. تحت أمر معليك. عارف يا رمزي، أنا لو كنت لسه في الوزارة كان زمانك أنت هنا مكاني على الكرسي ده. اسمح لي معليك، يعني محدش ينفع ولا يقدر يملى مكان معليك. حضرتك اللي بتدي قيمة للكرسي اللي بتقعد عليه مش العكس. هو بقى ذكائك ولبقتك دول هما اللي خلوني متأكد 100% إن قراري كان صح. لا
لما اخترتك دراع اليمين وكاتم اسراري. يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك دايما، ويا رب ما يخلفش الظن ده ابدا. بس رمزي الظروف تغيرت والبلد اتحولت خالص، عشان كده انا قررت ان اللي هياخد مكاني في الوزاره هو انت يا رمزي. ليه ما عليك؟ انا عملت حاجه ضايقت حضرتك؟ اسمح لي، يعني اسمح لي واول مره انطقها بلساني. لا لا، انا لا يمكن اسيب مكاني جنب حضرتك واروح اي مكان تاني، حتى لو هطول نجوم السما بايديا. وجودك هناك اهم من وجودك هنا مليون مره. لو بقيت هناك هنحقق مكاسب عمرك ما تتخيلها مهما كان خيالك واسع. ايوه بس يا فندم. استعجلش، فكر يا رمزي فكر. وبعدين الحكايه مش مستعجله قوي، يعني احنا لسه بنمهد الارض اللي هنتحرك عليها لحد ما تيجي الفرصه المناسبه. خلاص طالما ما عليك استغني عن خدماتي جنبك قدام اوامر حضرتك، مفيش قدامي غير ان انا اقول حاضر، حتى لو كنت تعبان من جوه. يعني هو اخلاصك ووفاك ده لو بقى لي انا بس رمزي هتلاقي نفسك في سابع سما في حته تانيه خالص. انما بقى لو اخلاصك ده بقى لنفسك أو لأي حد غيري بأي شكل من الأشكال، هتلاقي نفسك بدل ما كنت في سابع سما هتنزل سابع أرض. ساعتها رمزي مش هتقوم لك وأمة. اللحظة اللي هحس فيها إن حضرتك ممكن تشك فيا، مش هيبقى قدامي غير حل واحد، ان انا اضرب نفسي بالنار قدامك بنفس راضيه. تأمريني بحاجه تانية يا هانم؟ اه لو سمحتي يا كريمه، خدي نور غيري له البيجامه بتاعته. حاضر. يلا يا نور. يلا يا نور، تعالى حبيبي. نور باي. باي. يلا. ايه بقى؟ هو ايه اللي ايه بقى؟ انت بقالك ساعة عمالة تلفي وتدوري عليا، عايزة توصلي ليه؟ أنا بلف وأدور عليكي؟ أيوة يا شوق. هو أنا يا بنتي لسه هعرفك النهاردة؟ بقولك إيه؟ أنا حافظاكي وعجناكي وخبزاكي وعارفاكي كمان. قولي لي بقى، إيه الموضوع؟ بصي بقى سكة ودغري كده. أنا طاهر كلمني وحكي لي على الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا فيه مع بعض امبارح. هو بصراحة قلقان عليكي قوي وعايز يطمن فيه. ايه؟ نعم. مالك فيه يا حبيبتي؟ احكي لي. انت عارفة اني اكتر حد بيحبك. فعشان خاطري لو في حاجة صارحيني احكي لي. انا نفسي مش عارفة ايه اللي بيحصل لي يا شو، مش عارفة. يعني مش عارفة؟ ازاي يعني؟ أنا بيحصل لي حاجات غريبة قوي. حاجات غريبة إزاي يعني؟ ما هو أنا مش عارفة أوصفها لك إزاي. مش عارفة توصفيها إزاي يعني؟ ما تقعدي مع نفسك كده وتحاولي تعرفي وتعرفيني. نعم أرجوك احكي لي لو في حاجة بجد. يا لولو. يا أهلا يا أهلا. أخبارك إيه؟ انت عامل ايه؟ زي الفل. كنت قريب منكم هنا قلت اجي اسلم عليكي انت والخواجه. انت تيجي في اي وقت طبعا يعني. انت عارفه انا كل ما بخش المكان ده احس بحاجات غريبه جدا، بيوحشني. طبعا ما انت مقضي هنا نص حياتك اكيد يعني. دي كانت احلى ايام. نعم عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. قولي لي الخواجه جوه؟ موجود. طب على اسمك. Thank you.
يا بني ادم افهم، طالما اسماعيل بيه قال الموضوع ده لازم يخلص يبقى لازم يخلص. ما تجننيش بقى، اتسرع ادخل. سلام. ايه ده؟ يا دي النور يا دي النور، ايه الشمس اللي دخلت عليا ونورت حياتي دي؟ منوره الدنيا. اقعدي يا روحي اقعدي اقعدي. ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ ايوه ايوه. تاخدي حاجه حلوه؟ بس مفيش احلى منك. ايه المفاجاه الحلوه دي بقى؟ بجد مفاجاه حلوه؟ امال ده انا طاير من الفرح من ساعه ما شفتك. اصل انا كنت قريبه من هنا وقلت اجي اسلم عليك واقول لك ان عيد ميلاد جيجي النهارده ولازم تيجي معايا. لا 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 لا، ما ينفعش ما ينفعش بجد. لا انا زعلان منك. في ايه يا رمزي؟ لا بجد زعلان منك. ليه يا رمزي؟ لا زعلان منك بجد، اصل ما ينفعش تقولي لي عيد ميلاد جيجي النهارده كده فجأة. كان لازم تقولي لي ان عيد ميلاد جيجي النهارده كده قبلها بكذا يوم عشان انزل انا وانتي نختار هديه حلوه لجيجي. انت عارفه جيجي غاليه عندي قد ايه؟ ما تقلقش يا روحي انا اتصرفت. طيب عيد ميلاد جيجي امتى؟ الساعه 9. ايه؟ لا كده كتير. بجد كده كتير، كده كتير بجد. لا ما هو انا فورطه كده، فورطه كبيره كده. مش عارف اتصرف ازاي. اصل النهارده عندنا ميتنج شغل انا واسماعيل باشا مهم جدا، مهم جدا مع رئيس اكبر شركه للادويه من السويد. جاي نعمل الميتنج النهارده. لا لا انا فورطه كبيره جدا، وجيجي غاليه عليا، وانا مش لا يمكن ازعلك ولا اخليك تروح لوحدك. مشكله كده، مشكله. هو في شغل الساعه 9 يا رمزي؟ امال امال يا روحي. الله ده ميتنج يعني، ده من يوم الابيض واسود عشاء عمل. ده اسماعيل بيه مشقينا وموقفنا على دماغنا كده من شهر عشان خاطر الميعاد ده النهارده. الساعه 9، الساعه 9 اللي انت جايه النهارده بمنتهى البساطه جدا تقولي ان عيد ميلاد جيجي الساعه 9 برضه. ياه ياه. طيب طيب بص هقول لك، انت روحي تمام؟ وخدي معاك الهديه وما تنسيش تكتبي عليها الكارت عليه اسمي واسمك ماشي؟ وانا هخلص الميتنج ده بسرعه واجيلك على طول. انا بجد زهقت من الشغل ده، واخدك مني على طول. ابدا ابدا، ولا حد يقدر ابدا في الدنيا ياخدني منك. الله، طب ازاي ياخدك مني وانت في قلبي؟ حد ياخد قلبي؟ يلا دقيقه واحده بس. سوري. نوره. ايوه. الو؟ ايوه اسماعيل باشا. ايوه عايزني حالا حالا يا فندم. هكون عند حضرتك عقبال ما تحط السماعه على التليفون هتلاقيني قدامك. امال؟ حالا حالا يا فندم. مع الف سلامه يا فندم. مع السلامه. شفتي؟ شفت. بالصدفه اهو، لا بينا ولا علينا، بابا ما بيستغناش عني ابدا، وتلاقيه عايز يكلمني في ترتيبات الميتنج بتاع الساعه 9 ده. يلا انا هروح لبابا بسرعه واجي لك على طول. أوكي. ماشي؟ اه صحيح. انت ما شربتيش حاجه، تشربي ايه؟ مش عايزه. لا لا لازم تشربي، روحي اشربي. ممكن كوفي؟ لا لا كوفي ايه؟ كوفي على القمر ده يضره. اعمل لك ليمون وازود العسل شويه. ماشي. ايه ده؟ انت اكيد بتهزر. انت ليه ما لبستش لغايه دلوقتي؟ سلامت الشوف يا نجمه. شايفاني قاعد بلبوس ولا انا برضو اللي سلمت الشوف ولا انت اللي دماغك مش معاك اصلا؟ اصلا مش الكلمه دي كانت ترند ايام الباشا تلميذ والصباع ده 2002 ده؟ ايه الظرف ده؟ ظرف والله، كل المصطلحات دي انتهت. شوفي كلامك الجديد بتاع دلوقتي ده يا نغم. وبعدين معاك يا رامي. طب لخصي. طب يا نغم عايزه ايه؟ عشان انا مشغول والله. يا ابني هو انت بتنسى ان انا اختك الكبيره ولا ايه؟ ما تتكلم معايا عدل. وبعدين يلا قوم البس، ما ينفعش افوت حفله اختك. حفلة أختي؟ لا لا فكك مني، أنا مش هقدر أروح المشوار ده خالص، وعندي تريب تاني كده مش فاضي. الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده مش فاهمة منك أي حاجة. ما ينفعش ما نبقاش مع أختك في رسالة الدكتوراه بتاعتها، لازم نبقى معاها. أنا اللي مش فاهم، إيه عادي يعني؟ إيه اللي هيحصل لو ما روحتش؟ مش فاهم. هي دي بس اللي أنت مش فاهمها؟ أولها حياتك أنت شخصياً، اللي أنت عايشها باستسلام كده وباستهتار. أنا مش فاهمة، مش فاهماها الحقيقة. أنت هتفضل عايش بالطريقة دي لغاية إمتى؟ نغم بالله عليك ما تفتحيش في قصص وتقرفيني في حياتي، أنا مش قادر أتكلم في أي حاجة. أقرفك؟ طب يلا، يلا قوم البس عشان شوق مستنيانا تحت ومش هينفع نسيبها أكتر من كده. يعني أنت جبت شوق وخليتها تحت عشان تزنقيني؟
اروح معاكوا غصب عني. ماشي. حاضر يا نغم. العيال السخيف ده. ايه الفوضى والاهمال اللي هم عايشين فيه ده؟ حبيبتي يا ماما، يا ريتك معانا، كانش كل ده يحصل. ازيك يا ملوكه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط. طنط؟ ايه طنط دي؟ مش احنا اتفقنا تقولي لي يا تيتا؟ حاضر يا تيتا. الله، احلى تيتا، احلى تيتا سمعتها وداني. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي يا قلبي. ازيك يا ست نوال، عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. تعرفي انا النهارده كنت لسه بفكر فيكي انت وملوكه. بجد خير؟ بقول ايه ده، راحوا فين دول؟ ده بقالهم يومين ما شفتهمش، ولا جم ولا اطمنوا عليا. حقك عليا، معلش انا بس كان عندي شويه تعب، هو اللي بعدني عنك. انت عارفه ما بعدنيش عنك غير شديد القوي. والله الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. فعلا يا رحاب، انت الوحيده اللي طمر فيك العيش والملح. ايه ده بقى، ازاي الكلام ده؟ ده احنا كلنا بنحبك، وخصوصا بقى ابلة نغم دي، روحها فيك. ما تجيبيش سيرتها، انا مش عايزه اسمع حاجه عنها ولا عن اي حد تاني، دول مش ولادي صدقيني. المهم سيبك منه، قولي لي انتي عامله ايه واخبارك ايه. والله يا ابله نوال انا بحب احكي معاكي قوي. يا ابني، هو انت ما تعرفش تقعد من غير الايباد ولا اللابتوب بتاعك ده؟ انت عارفه ان الحاجات دي بقت ادمان، وادمانها اخطر من المخدرات. انت بتبرتم بتقول ايه؟ لا لا، بكح بس. بتكح؟ ماشي يا سيدي، كح براحتك. المهم طمني بقى، انت واختك عاملين ايه في حياتكم؟ مفيش اي جديد يعني، هي زي ما هي وانا زي ما انا. طمني بقى يا نغم، ما بقيناش صغيرين زي زمان، خلاص كبرنا، مش مستاهله كل التوتر والقلق الاوفر اللي انت عايشه فيه ده يعني. ماشي يا عم الكبير، ماشي. المهم طمني، اخر مره رحت شفت ماما امتى؟ ماما؟ مين ماما؟ نعم، انت بتستعبط ولا ايه؟ من زمان قوي ما رحتش. عمرك شفتي برود اكتر من كده؟ اصل هتفرق في ايه يعني؟ انا مش فاهم، لما نروح نزور ماما ولا ما نزورهاش؟ ماما خلاص يا نغم، بح بعد الشر. اوعى تقول كده، وبعدين ما تنساش ان انت دلوقتي بتتكلم على مامتك. خلاص هدي يا نغم، على فكرة احنا عايزين نروح نشوفها، والله وحشتني قوي طنط. مش أكتر مني، مش متخيلة لما برجع من عندها ببقى تعبانة قد إيه. إيه ده إيه ده؟ بقول لك يا بنت، أنتوا هي بنت، أنتوا هي؟ إيه يا ابني، أنت اتجننت ولا أنت بتنسى نفسك ولا إيه؟ معلش سوري، المفاجأة بس الحماس كلمي. يا اصل ايه الخبر ده، مش مصدق. ايه خبر ايه اللي خبط كده ولا اللي فرحك؟ افهم بس. صاحبتكم تقريبا طلعت اشهر من محمد صلاح. صاحبتنا مين؟ سلسبيل. مالها سلسبيل؟ اسمها في قائمه اهم 20 شخصيه علميه في العالم السنه دي. واو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. والله سلسبيل دي بنت حلال، انا بقالي يومين قلقان عليها ومش عارفه ليه. قلقانه يا حبيبتي؟ دي بيقول لك واحدة من أهم 20 شخصية في العالم، ده احنا اللي بيتقلق علينا مش هي. والله اه والله. ربنا يستر. قربنا نوصل. يا حمدي، سيب اللي في ايدك وتعالى لو سمحت، عايزك ضروري. اه مع السلامة.
يوسف في ايه؟ دي مقالة الرأي اللي هتنزل عندنا على الموقع بتاعنا وكمان الطبعة الأسبوعية. ايه ده؟ ايه في ايه مالك يا حمدي؟ انت بتلمح على مين في الكلام ده؟ والله اللي على راسه بطحة حاسس عليها. الموضوع مش محتاج ذكاء، واضح قوي انت بتلمح على مين. يوسف يا صاحبي انت ايه؟ ما بتتعبش؟ لا يا حمدي ما بتعبش، في الحق انا ما بتعبش وانت عارف كده كويس، وبعدين مش عايز رغي كتير. خليهم يدسكوا الموضوع عشان نبقى جاهزين. اتفضل يا بيه. حاضر يا ريس، بس لينا كلام بعدين. ايوه عمتي، يا دي النور يا دي النور، وحشتيني. ايه مال صوتك في ايه؟ ايه؟ بابا تعبان؟ طيب خلاص اهدي انا جاي حالا مع السلامه. ألف مبروك يا حبيبة قلبي، وأخيراً بقيتي دكتورة. خلاص رسمي كده. الله يبارك فيك يا روح قلبي. إيه يا ابني أبو الهول، مفيش مبروك لأختك؟ آه هي كده خلاص المفروض نجحت يعني؟ مبروك. الله يبارك فيك. أنت عايشة مع التلاجة ده إزاي؟ ده فريزر وحياتك. ربنا يكون في عونك يا بنتي. نفعت وحشة. نعم، عايزة كده. دكتور نديم، عايزه اعرفك بنغم اختي. اتشرفت جدا بمعرفه حضرتك يا فندم، وبعدين على فكره كنت حاضر الحفله بتاعت امبارح، كانت حفله هايله جدا بصراحه. ميرسي قوي على المجامله اللطيفه دي يا دكتور. لا دي مش مجامله خالص على فكره، دي الحقيقه، وبعدين الظاهر كده ان الحس الفني في العيله كلها يعني رهف فنانه شاطره جدا. هو فعلا بابا الله يرحمه كان فنان تشكيلي وكان بيألف روايات كمان. ربنا يرحمه. دكتور نديم هو مثلي الأعلى في كل حاجة، وبعدين مش عشان بس هو المشرف على رسالتي، لأ، عشان هو غير وجهة نظري في حاجات كتيرة قوي. وبعدين هو صاحب أكبر مكتب ديكور في البلد، يعني لو عايزة تغيري حاجة في فيلتك أو كده هو ممكن يساعدك. أكيد إن شاء الله. وبعدين المكتب ده اللي أنت إن شاء الله هتشرفيه بكرة وتبقي إضافة كبيرة إن شاء الله. ايه ده؟ هو انت مش كنتي قلتي ان انت هتكملي في التدريس وان انت مش هتشتغلي في المكتب؟ انا لسه قايله لك يا نغم بيغير وجهه نظري في حاجات كتيره قوي. بعدين ما تقلقيش خالص يا فندم، الشغل العملي هيساعدها كتير جدا ان هي يبقى عندها خبره كبيره وفيها سكيلز كتير هي محتاجاها الفتره دي. تمام طبعا، اللي تشوفه حضرتك واللي هي عايزاه، اي حاجه هي بتحبها انا موافقه عليها. المهم بقى تبيضي وشنا قدام الدكتور وتبقي عند حسن ظن. انا اتشرفت جدا بمعرفه حضرتك. الشرف لينا يا دكتور، ومش هوصيك على رأي. اكيد طبعا، هي عارفه غلاوتها عندي قد ايه. فرصه سعيده جدا. انا اسفه. طيب الوقت ايه؟ ان شاء الله. مبروك يا قطه. الله يبارك فيك يا نهم. يلا يا محبوبه. يلا. قصه الحب دي هتخلص امتى؟ اه يلا. مبسوطه حبيبتي؟ قوي قوي.
بس عايز اعرف ايه الحاجه الغريبه دي؟ معرفش يا طاهر، مش انا اللي عايشه معاها، معرفش، اسال نفسك. الدكتور قال ايه يا عمتي؟ الدكتور قال ان صحته متدهوره يا يوسف يا ابني. انا ممكن اسافر واسيب البلد دي خالص واخلي محدش يعرف عن اي حاجه. لو شفت البني ادم دي في اي حته مش هسلم عليها، لان انا قطعت علاقتي بيها من زمان، ويا ريت انت كمان تعمل كده، لان دي واحده واطيه وخاينه. عايزاكي تخرجي من اوضتك اللي انت حابسه نفسك فيها ليل نهار من ساعه اللي حصل ده. اخرج للناس عايشه دور الشهامه والبطوله؟ او اي حد كان يعرفني قبل كده واشوفه وهو بيبص لي بصه مش كويسه على اني بنت ما تربتش؟ الموضوع اللي عند ماما ده مش وراثه، يعني ما جاش لستي قبل كده ولا بنت خالتي ولا عمتي ولا اي حاجه من الحاجات دي. وبعدين لو هيجي لنا كلنا احنا واحد واحد عمره ما هيجي لنا، لأن النغم قوية قوية قوي، والحاجات دي لا يمكن تأثر فيها. خايفة من إيه يا نغم؟ إيه اللي مستنية يحصل ومخوفك قوي كده؟ ادخل. لقيت النور منور، قلت أطمن عليكي. لا، أنت إيه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مفيش يا ماما، بقرا رواية. طيرت النوم من عين. نعم؟ على بابي برضو؟ ها؟ هي الرواية اللي طيرت النوم من عينك؟ ولا الضيف اللي زارنا؟ هو طاهر الضيف يا بابا؟ انت اكتر واحدة عارفة طاهر بالنسبة لي ايه؟ اقولك على حاجة؟ اوقات كتير كنت بتمنى انه ما يكونش دخل في حياتنا او في حياتك انت بالذات. طاهر ملوش ذنب يا بابا، الموضوع كله نصيب، خلاص كل واحد فينا اختار حياته. فكرة بس ان هو طلع حظه كويس وانا حظي وحش زي ما انت عارف. عارفه ليه؟ عشان تعمدت انك تختار النقيض ليه، تخيلت ان هو ده اللي هينسيكي. ممكن يا بابا ما نتكلمش في الماضي خالص بقى؟ أنا بتكلم في اللي جاي. ولا اللي راح ولا اللي جاي. بابا أنا خلاص أسلمت نفسي، بقيت عايشة يوم بيوم وخلاص، راضية بنصيبي. وعشان خاطري بليز بلاش تفتح في أي جرح، بحاول أنساه. ياريت ياريت يا حبيبتي تنسيه وما تستسلميش للواقع. عارفة ليه؟ عشان عمرك اللي جاي. تصبح على خير. وانت من القهوة يا بابا. تعال يا نغم فرجي. الله الله الله، اتفضلي. افغاني. ايه ده يا بيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه بس؟ ما بالراحه. طيب في ايه ده يا بيه؟ لسه بدري يا ست هاني، ما لسه بدري، النهار لسه ما طلعش. اتفضلي. اهدي اهدي يا نغم، مش كده، اهدي. حبيبتي معاد ايه ووقت ايه؟ انت تنوري في اي وقت. انا اقول لك ايه؟ احنا بقالنا يومين انا ونغم بنكلمك على طول كده وتليفوناتك كلها مقفوله. قلقتينا عليكي، في ايه؟ احكي لك كل حاجه والله، بس الاول خليني ارتاح شويه. فعلا تعبانه، بقالي 48 ساعه من طياره لطياره. ياه. اقول لك روحي خدي شاور ونامي وبكره لينا قعده. طيب اوكي. نغم عامله ايه صحيح؟ نغم كويسة واحنا كلنا كويسين. يلا الأوضة اهي وانا اروح اجيب الشنطة واحصلك. اوكي؟ اوكي. يلا.
دي آخرة الحرية اللي احنا اديناها لكم، دي آخرة الثقة في عقلكم وتصرفاتكم. اتحججتوا ان البيت القديم مش لايق عليكم وعايزين بيت جديد، قلنا حاضر وجبنا لكم بيت جديد، تبقى دي آخرتها؟ وما خافية كان أعظم، والله أعلم بيعملوا إيه تاني. ما كل واحد فيهم كبر وشاف حياته وحس إن الشاسيه عرب فيعمل اللي هو عايزه. هو في إيه يا جماعة انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ أنا كنت سهرانة مع صحابي البنات، إيه ما غلطتش في حاجة يعني؟ ما بالراحة بس يا جماعة كده تفهمونا على مهلكوا. بس هو إيه سبب الكبسة دي يعني؟ كبسة؟ آه ما دي لغة الديلر اللي هو بيتعامل معاه، والسوابق طبيعي يكون اللسان واحد. يا أساتذة أمكم حاولت تنتحر النهاردة، ولو ما كانش ربنا ستر كان زمانها راحت مننا. تنتحر؟ معقول؟ عرفت بقى إيه سبب الكبسة يا بيه؟ دلوقتي حضراتكم لازم تشوفوا معانا حل عشان نرجع ماما تاني تعيش معانا. احنا ما ينفعش نسيب ماما تعيش لوحدها بعد كده. طب ما انتوا عارفين انها كده كده مش هترضى يعني. ايوه عارفين، بس انا عارفه ماما كويس، لو حست ان احنا متمسكين بيها وعايزينها تعيش معانا هتوافق وترجع تعيش معانا تاني، ولا ايه يا رمزي؟ اه طبعا يا اختي. ايوه طب واحنا يعني المفروض ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نتصرف ازاي؟ نفضل معاها ليل نهار، ما نسيبهاش ولا دقيقه، ونشوف هي عايزه تعمل ايه ونعمله لها. صح يا رمزي؟ اه طبعا يا اختي. طيب والشغل، هنسيب الشغل؟ اه يا رهف نسيب الشغل، وهنسيب كل حاجة في ايدينا. بيتهيألي ماما تستحق ان احنا نضحي عشانها بكل حاجة، ولا ايه يا رمزي؟ اه طبعا يا اختي. تفتكر انك كده خلاص بقيتي في امان وبعدتي عن الخطر؟ زي ما تيجي تيجي، خلاص انت اللي اخترتي الطريق ده ولازم تتحملي نتيجة اختيارك. طب طمني، انت ما عرفتش هي عامله ايه دلوقتي؟ ما انا قلت لك طاهر بيه ونغم هانم روحوا وسابوها، يبقى اكيد اطمنوا عليها. والله والله العظيم انا قلبي كان حاسس، انا قلبي كان حاسس، كنت عايزه اروح لها النهارده. بقول لك ايه، انا من النجمه هروح لها المستشفى. تروحي فين يا رحاب؟ هو حد عارف الست عامله ايه دلوقتي؟ وبعدين يمكن الزياره تكون ممنوعه عنها. يا سيدي تكون زي ما تكون، المهم ان انا اروح لها. اروح لها يعني هروح لها ان شاء الله، اقف لها عند باب المستشفى. الست دي جمايلها كتير قوي علينا يا كرم، ومهما عملنا مش هنرد فتفوته من اللي عملته معانا. ولا انت ناسي بقى ان الخير اللي احنا فيه ده كله من خيرها؟ طب ليه كده يا رحاب؟ حد قالك ان قليل الاصل؟ حقك عليا، خلاص تبقى توديني ليها يا كرم. حاضر هوديكي بكره. حاضر يا ست هوديكي، بس ممكن تسيبيني انام الكام ساعه دول؟ النهار قرب يطلع. نام نام يا كرم نام. ايوه يا ست حنان. انا مش عارفه انت جايب البرود ده منين. برود؟ أنا اللي بارد برضه. يا رب ربنا يشفيكي. أنتِ لازم تغيري طريقتك مع إخواتك. ما هو أنا كان لازم أفوقهم من الأنانية والسلبية اللي هم عايشين فيها دي. ما هو يا حبيبتي أنتِ برضه مكبرة الموضوع، وده مخليكي أنتِ مش قادرة تقدري اللي أنتِ بتعمليه. أنا مكبرة الموضوع؟ أيوه. لا على فكرة هو الموضوع كبير، مش أنا اللي مكبراه. يا حبيبتي يا حبيبتي أنا عارف كويس جدا أنتِ بتحبي مامتك قد إيه، وعارف الست دي عظيمة قد إيه، وعملت لكم كلكم في حياتكم قد إيه. بس يا حبيبتي أنت عارفة كويس جدا إن مفيش حاجة في إيدك تعمليها، وإخواتك عارفين الكلام ده ومستوعبينه على فكرة ومقتنعين جدا. أنا بقى مش مستوعباه ومش مقتنعة بيه ومش ممكن أقبله كمان. ما هو مش هينفع أفضل واقفة كده حاطة إيدي على خدي وماما بتروح مننا وأنا ما أعملش حاجة. يا حبيبتي محدش بيقولك تعملي كده، بس الحياة فيها حاجات كتيرة جدا نبقى محتاجين إننا نتقبلها ونسلم بيها، وحالة مامتك على فكرة واحدة منهم. مامتك مش متقبلاكم وبتتعامل معاكم على إنكم غرب، يعني مش ولادها. إحنا فعلا كده يا طاهر. يعني إيه يا حبيبتي؟ يعني إحنا السبب في اللي هي فيه. إحنا تخلينا عن ماما بعد ما كنا مالين عليها حياتها، سيبناها للوحدة والفراغ لغاية ما وصلت للحالة اللي هي فيها دلوقتي. عشان كده حاسه بالذنب،
ولازم احاول بدل المرة 10 عشان ما احسش ان كان في ايدي حاجة ممكن تتعمل وما عملتهاش. انت فاهمني يا دار؟ انت اصلك مش متخيل ماما عملت ايه بعد ما بابا توفى. مهما قلت لك هي ضحت عشان نبقى قد ايه مش هتستوعب اللي انا اقوله لك. انا عارف عارف المنطر، وعشان كده انا هفضل جنبك على طول في اي حاجه انت تقرريها عشان ترجعي مامتك. انا كل اللي بقوله بس ان طريقتك مع اخواتك لازم تتغير، مش هينفع بالطريقه دي. فهماني؟ فهماك يا طهر. اهو انا بس يمكن لما شفت ماما في العنايه المركزه اتخضيت واعصابي باظت، يمكن برضو عشان ده نفس بالظبط اللي انا شفته النهارده الصبح. شفتي يعني ايه؟ حلمت بيه؟ لا والله شفته حقيقه زي ما انا شايفاك دلوقتي قدامي كده، شفته وانا بعزم. يا حبيبتي اهدي بس عشان خاطري. على فكره خوفك وقلقك على مامتك مخليكي تشوفي وتتخيلي حاجات مش موجوده اصلا. دي ازمه وهتعدي. وبعدين مين عارف؟ يمكن اللي حصل ده كله يخلي مامتك تحس انكوا حواليها بتحبوها وخالفين عليها، ده يخليها ترجع لكوا. يا ريت يا طاهر، يا ريت. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. انا عايزك بس تهدي بس. انت عارفه انك صاحي على فكره. انا بخاف قوي من الجمله دي. عايزه ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ في اللي قالته اختك. عندك راي تاني غير اللي هي قالته؟ خايفه نعمل اللي نغم قالت عليه، وماما تصمم ان هي تعيش في بيت باب اللو، وانا مش هقعد في بيت باب اللو. انا يا عيني عليك يا بنتي، والله العظيم الاوفر ثينكينج ده هيقتلك. بتفكري في حاجات اصلا يا عالم هتحصل ولا لا يا رهف؟ معلش يا حبيبتي بقى، ان شاء الله كله هيبقى كويس. يلا روحي نامي بقى. طيب ممكن اعرف انت ناوي تعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ ما بفكرش في حاجه وانا بتخمد دلوقتي واحلم وانام واتبسط. روحي نامي في اوضتك بقى. ده ايه الغلاسه دي بجد؟ نام. انت ما بتعملش حاجه غير ان انت تاكل وتنام، تاكل وتنام. كرش قاعد معايا في البيت. بتعلم منك. صباح الجمال على احلى خال في الدنيا. صباح الفل يا حبيبي. حبيبي يا خالو يا لوانا العظيم. ايوه ما دام البق الحلو ده يبقى اللي انا شاكك فيه اكيد. ايه بقى اللي سيادة اللواء شاكك فيه؟ ما هو انت يا حبيبي ما تصحيش خالك الساعة 6 الصبح الا لو كنت عايز تقنع نغم بحاجة وهي مش موافقة وجايني انا عشان اقنعها. وإيه الجديد؟
ما هو سياده اللواء ده صاحب المهام الصعبه وربنا يخليه لينا يا رب. بقول لك ايه؟ بلاش بقين الاوانطه دول، قول لي جاي عايزنا اقنعها بايه؟ هو حضرتك ما عرفتش ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ماما كانت عايزه تنتحر امبارح. بتقول ايه؟ صباح الخير يا عمرو. صباح النور يا مدام. صباح الخير يا شيري. صباح الورد يا مدام. ايه الخواجه جه؟ لا لسه ما جيش. ايه ده معقول؟ لا ولا اتصل؟ لا اتصل وراح مشوار ضروري وهيجي علينا على طول. غريب قوي. على فكره اشرف الصبيح بتاع اسكندريه اتصل بحضرتك وعايز طلبيه جديده وعايزك تكلميه ضروري. لسه فاكر ده؟ ماشي. شوف الخواجه راح فين. ايه خواجه؟ ليه كده زوخت؟ رحت فين؟ تاخد رندفو من ورايا ولا ايه؟ رندفو ايه بس يا بنتي؟ لا ما خلاص راحت علينا. لا انا في مشوار خاص كده. شويه هبقى عندكم. يلا مع السلامه. انا اسف يا خالد بيه بس ما كانش ينفع ادرى عنك. من غير اسف يا دكتور. انا ليه عندك رجاء ومهم جدا. لو هقدر اكيد مش هتاخر. لو صدفت وقابلت إلهام أو كلمتك في التليفون أرجوك مش عايزة تعرف حاجة عن الموضوع ده. بس هي لازم تعرف علشان خاطر. من فضلك يا دكتور دي مسألة خاصة أنا هعرف أحلها بنفسي. إلهام ما تعرفش حاجة ممكن. حاضر مادام دي رغبتك. أوكي شكرا. سلام عليكم. سلام عليكم وبركاته. شرفت. نغم والله العظيم هي كويسة كويسة جدا أكيد يعني مش هيكون فيها حاجة وإحنا قاعدين بنتكلم كده عادي. أنتوا إزاي بس محدش فيكم يبلغني أول ما ده حصل؟ يا حبيبي كل ده حصل بشكل مفاجئ وإحنا ما كناش مركزين. المهم دلوقتي حضرتك على قديمه ومقدر وضعي ونغم مش مقدرة أي حاجة. بقول لك ايه؟ انت عمرك ما هتفهم نغم بتفكر ازاي؟ وعارف ان حضرتك دايما بتقولي ان نغم مختلفه عنك ولما بتحب تعمل حاجه بتعملها باخلاص، ماشي ما اختلفناش بس برضه تقدر وضعي. قول لي يا رمزي انت خايف من ايه؟ يعني يا خالي انت عارف المكانه اللي انا فيها دلوقتي واسمي عامل ازاي؟ لما يتعرف ان امي في دار مسنين وعندها حاله نفسيه الموضوع ده ممكن يأثر عليا جدا ويرجعني 10 سنين لورا. آه انت بقى عايزني اروح اقنع اختك انها تتخلى عن امك زيك؟ انا ما قلتش كده يا جماعه يا جماعه ما تفكروش بقلوبكم فكروا بعقولكم شويه. الله وبعدين مش نغم بس اللي بتحب ماما، ما انا بحب ماما 24 قراط اكتر من نغم. كل ما في الموضوع يعني انا مش شايف فايده من اللي نغم بتعمله. كأن الزمن بيعيد نفسه. أنا لما رشحوني في الوزارة لوظيفة كبيرة كنت مرعوب من إن أي حد من أهلي يغلط
والغلطة دي تخلي المسؤولين الكبار ما يرضوش عني. عشان كده عزلت نفسي، كانت النتيجة إني بقيت لوحدي، لا خلفت ولا عملت أسرة. بس الفرق اللي بيني وبينك إن أنا ما كنتش أناني زيك. رمزي يا ابني، أنا هقول لك حاجة واحدة أحطها حلقة في ودنك. الطريق اللي أنت ماشي فيه آخرته مش كويسة. أنا تمام يا بابا. ويعني كلام حضرتك ده حلقة في ودني وحلقة في ودني وكل حاجة، وهعمل كل اللي أنت عايزه. بس حل لي الموضوع ده وكلم نغم. أكلم نغم في إيه؟ أقول لها يا نغم اتخلى عن أمي زي أخوك ما هو عاوز؟ لا يا رمزي، أنا هكلم نغم فعلا، بس هقول لها خلي أخوك رمزي على جنب خالص خالص خالص، عشان يا حبيبي صورتك تبقى كويسة قدام حماك. مش أنت عايز كده؟ إيدك يا بص. صدقني يا طارق يا حبيبي، انا بقيت كويسه، وبعدين اكيد اللي بيحصل لي ده حاجه طارئه وهتعدي. اسمعيني يا ولاء لاخر مره، بلاش تعملي القصه دي. انت عارف ان انا بحبك وبسمع كلامك، بس انا ما بحبش طريقه الاوردر دي. انت رايحه فين؟ عندي مشوار مهم جدا لازم اعمله. مشوار ايه ونغم اللي جايه دي؟ لا نغم تستنى، المشوار ده مش هينفع يستنى خالص. روحي ربنا يخليكي، روحي بعيد عني. لا يا ماما، انا مش هسيبك تاني، وانا مش عايزاكي. دي لوحه حمامه البسله بتاعت بيكاسو. اللوحة دي من أصل 5 لوحات سرقوا من متحف الفن في باريس. الانتربول في أوروبا كلها بيدوروا عليهم. لا طبعاً، طبيعي إن يكون ولاقي البلدي أنا. أظن أنت كعالم أو أي حد مكانك لازم يكون ولاقي البلد، وهو لازم يوفيها حقها. ايه اخبار المصنع؟ لسه الدنيا متلخبطه قوي هناك؟ لا خالص، الحمد لله الوضع اتغير دلوقتي. المبادره اللي عملتها الحكومه لدعم المشروعات المتوسطه والصغيره استفدنا منها جدا، واخدنا قرض بفايده بسيطه، وكمان صلحنا المكان اللي كان عطلان، والامور ماشيه تمام. حلو قوي الكلام ده. طب انتوا ليه ما بتتصلوش بقى تقولوا لي على الاخبار الحلوه دي بقى؟ والله كذا مره اقول لخالي صديق، نقول ليوسف، يقول لي ما تشغليش يوسف بحاجه، سيبيه في اللي هو فيه. والله يا بنتي أنا مقصر معاكوا بشكل مخليني مكسوف من نفسي. ما تكبرش الموضوع، الحمد لله الأمور ماشية وتتحسن كمان.
عارفه ابتسام احسن حاجه فيك ايه؟ ايه؟ ان انت بنت ب 100 راجل وجدعه وعندك طموح، وان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه. احنا هنفضل بقى طول النهار نتكلم مع يوسف؟ انتي ناسيه المصنع واللي فيه ولا ايه؟ في ايه يا ماما؟ هو انا يعني بشوفه كل يوم؟ حاضر يا ست ماما. انا همشي بقى عشان الوقت اتاخر. ربنا معاك يا ابتسام، مع السلامه. مع السلامه. عامله لك بقى كوبايه شاي تعدل الدماغ. تسلم ايدك يا احلى عمه في الدنيا، ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلم وتعيش يا حبيبي. يا ما نفسي اعمل بايدي شربات الفرح ليله دخلتك يا ضنايا. لما يهون اوانه ان شاء الله. وامتى اوانه ده بس؟ لما ربنا ياذن. يا ابني العمر زي القطر بيرمح رمح. وانت اللي من سنك دلوقتي بقى معاهم عيال طولهم. انت بتزليني يا عمتي، هو انا كبرت اول الدرجه دي؟ العمر كله ليك يا حبيبي، بس انا خايفه العمر يسرقني انا وابوك ونقابل وجه كريم قبل ما نفرح بيك ونشوف ولادك. طب ده ابوك نفسه ومنى عينه يشيل ولادك ويملوا علينا البيت. استغفر الله العظيم. اولا ربنا يخليكوا ليا، لان انا ما عنديش حد في الدنيا غيرك انت وابويا. ثانيا المره دي اوعدك ان انا هفكر الموضوع بشكل جدي جدا. لا كل مره بتقولي كده، واقول المره الجايه هيجي ويفرحني وما بيحصلش. هو انت زاهد في الموضوع ده ليه يا ابني؟ غصب عن عمتي. هو لا مؤاخذه يعني، في حاجه تمنعك تفلى الشر؟ نعم. لا لا لا، مش اللي دماغك بتفكر فيه ده خالص، انا زي الفل يا عمتي على فكره. يعني اطمن؟ لا اطمني وحطي في بطنك بطيخه صيفي، اوعي تفكري بتبكير. لا الحمد لله. طب يلا بقى اشرب الشاي. صباح الخير يا ست هاني. أخيرا ظهرت يا ست أمينة. خل غصب عني والمصحف الشريف يا ستي. إيه كل ده؟ عاجبك كده يا فرحة؟ وأنت بتتدلع عليا إزاي؟ كنت مختفية فين اليومين اللي فاتوا؟ غصب عني والمصحف الشريف يا ست هاني. إيه ده إيه ده؟ إيه الخرشمة اللي في وشك دي؟ وريني كده؟ مش حاجة يا ستي. وريني كده. ضربك تاني أهو. شفتي؟ المرة اللي فاتت قلت لك اعملوا له محضر، قعدت تقول أبو عيالي. بصي يا بنت الناس، هطلع اغير هدومي، هنعمل له تقرير طبي، ونعمل محضر في الاسم، مش هيعمل كده تاني. سايق عليكي يا حبيبي النبي بلاش، انا بقول يا حته داريني انا والبنات، انا اللي استفزيته. والنعمه الشريف امي ما عملت حاجه يا مدام، ده هو امبارح اللي طلب منها الشهريه لما قالت له ان بتاع العيال قام نزل فيها ضرب. اخرصي يا مقصوفه الرقبه، اما وريتك ما بقاش انا. كسفه على دمك، بتعلمي بنتك الكذب والخوف زيك يا جبانه. تعالي خشي يا فرح. انتي مش شغاله له بقنوات ايه طول النهار؟ لازم يضربك طبعا ويطلع عينك. تروحي فين؟ وانت مش شايفه حالتك عامله ازاي؟ انا بقيت كويسه. كويسه؟ ده انت لسه من دقيقتين كنت بتترعشي واعصابك تعبانه. صدقني انا بقيت كويسه. وبعدين انا مش هينفع ما اروحش اطمن على ماما يا طاهر. يا حبيبتي اطمني عليها وكل حاجه، بس انت برضو تعبانه وانا محتاج اعرف انت مالك. صدقني يا طاهر يا حبيبي انا بقيت كويسه. وبعدين اكيد اللي بيحصل لي ده حاجه طارئه وهتعدي. ما تكبرش الموضوع بقى. ما تكبرش الموضوع؟ ايوه طبعا ما تكبرش الموضوع. انا قدامك اهو زي الفل. وبعدين اوعدك اخلص من عند ماما واعدي عليك في المكتب نروح نتغدى سوا. احنا بقالنا كتير قوي ما اتغدناش مع بعض، مش كده؟ ماشي. بحب بموت فيك. يا بنتي كلي احسن من التفكير ده للي هيقدم ولا هيأخر. شبعت يا ماما. الله، هو انت كلتي حاجه عشان تشبعي؟ ماليش نفس يا ماما، مش عايزه اكل. يا بنتي حرام عليكي، انت كده تتمقتي وتقعي من طولك وتموتي. يا ريت، ده انا لو مت يبقى استريحت ويبقى ربنا بيحبني بجد. طفي من بقك، الف بعد الشر عليكي. اقول لك ايه، ايه رايك كده لو نقوم نلبس ونروح نزور خالتك هاله؟ لسه امبارح مكلماني في التليفون وقايله لي ان ولاء وحشاني جدا. وبعدين يا حياتي اهو نفك شويه.
احنا بقالنا كتير جدا لا بنروح ولا بنيجي. ماما انا ولا عايزه اروح عند حد ولا عايزه اشوف حد. لو عايزه تروحي روحي انتي، لكن انا مش عايزه اروح. بقولك يا ماما انا هدخل انام، انا حاسه بصداع هيفرتك دماغي. الله ولاء استني بس يا ولاء. لا حول ولا قوه الا بالله. رامي باشا، ايه يا باشا حرمنا منك ليه؟ انت طولت الغيبه علينا قوي. معلش اتسحلت بس الفتره اللي فاتت دي شويه كده لوكس. معلش. عموما الحمد لله على السلامه يا باشا. اللي اقول لي يا رامي باشا، الاستاذه ولاء بقالها فتره برضو ما بتجيش. الدنيا كلها بتتغير يا ابني وهتفضل انت زي ما انت رغاي. طب فاكر طبعا انا كنت بشرب ايه ولا نسيت؟ انسى ده كلام يا باشا. ثلاث دقايق ويكون عند حضرتك احلى فنجان قهوه فرنساوي. نورت يا باشا نورت. الحمد لله على السلامة يا معالي الباشا. الله يسلمك يا حبيبي، هات لي قهوتي وكروس. عينيا يا باشا. وانا النسكافيه بتاعي لو سمحت. عينيا يا ست الكل، نورت يا رامي باشا. الله يخليك. ممكن اعرف في ايه بقى؟ هو انا ليه كل ما بجيب لك سيرته بتضايق؟ اعتبرها غيرة مثلا؟ هو مين ده يا بنتي اللي هغير منه؟ انت عبيطة؟ انا مش قصدي تغير منه. انا قصدي تغير عليا انا يا حبيبي. طب فكك من شغل يا حبيبي ده، عشان انا بتكلم بجد دلوقتي مش بهزر. أنا فاهم كويس إن الديل ده الكوميشن بتاعه تو ماتش وأنت عايزاه جدا، بس الراجل ده سمعته زبالة. بس أنت عارف كويس قوي إن أنا مش فارق معايا الفلوس، صح؟ كل الموضوع إن أنا واخدة الموضوع ده تحدي، مفيش أي حد في زمايلي، لا اللي موجودين دلوقتي ولا اللي قبل كده عارف يعمل الديل ده. أنا عارف إن أنت متحمسة للتحدي اللي ضد الكون ده. بس طب نتكلم بالعقل، بالراحة. أنت كده كده هتحرقي كل البنزين ده على الفاضي، لأن هو مش هيديكي أي حاجة من اللي أنت عايزة توصلي له غير لما هياخد حاجه قدامها. بس انت عرفني كويس قوي يا رامي، وبعدين انا اقدر اخلي اللي قدامي يتعامل معايا باحترام حتى لو هو كان بني ادم مش كويس ولا بني ادم بيتعامل مع الناس بطرق معينه. انا اللي هجبره يتعامل معايا حلو. ايه المشكله بقى؟ مفيش مشكله. اسمعيني يا ولاء لاخر مره، بلاش تعملي القصه دي من غير منادى بقى وحوارات. بقولك ايه، ما كفايه كلام بقى في الموضوع ده عشان هيزعلنا من بعض بجد. انت عارف ان انا بحبك وبسمع كلامك، بس انا ما بحبش طريقه الاوردر دي. انت عارف الموضوع ده هيفيدني قد ايه في الشغل؟ وبعدين ده تحدي بيني وبين نفسي، وانا لازم اكسب التحدي ده مهما كانت النتيجه. رامي باشا، رامي باشا، ألف حمد لله على سلامتك يا ماما. كده برضه تخدين عليكي. ليه بس كده يا حبيبتي؟ ده أنا نغم بنتك. نغم؟ طبعا مش أنتي. نغم بنتي
قد احن بنت على امها، لكن انت واحده شبيهه ليها. عندك حق تزعلي مني، بس خلاص اوعدك ان انا هبقى جنبك على طول، انا واخواتي مش هنسيبك ابدا. اخواتك؟ ما فين اخواتك دول؟ ولادي لما عرفوا ان انا عيانه اتلفوا كده حواليا ما يسيبونيش. بقولك ايه، شوفي انت راح تعملي ايه، روحي روحي، ربنا يخليكي روحي بعيد عني. لا يا ماما انا مش هسيبك، انا مش هسيبك تاني، وانا مش عايزاكي. ادخل. ست نوال تعالي يا حبيبتي، تعالي يا ست نوال. الف بعد الشر عليكي، الف مليون سلام عليكي يا حبيبتي، الف مليون سلام. الله يسلمك يا حبيبتي. ازيك يا ست نغم؟ لا مؤاخذه عرفتك من ريحتك. أنا حابة زيك كده برضو. هو أنت عليكي تقعدي يومين ما تشوفينيش ولا تيجي تطمني عليا؟ حقك عليا والله يا ست نوال، غصب عني لولا تعب ملك تعبت وسخنت شوية والله العظيم ما كنت سبتك أبدا. لا ألف سلام عليها، هي كان عندها إيه؟ يا صباح الخير. صباح النور حبيبتي. ايه اللي مقعدك كده؟ هو انت ما نمتيش ولا ايه؟ ما جانيش نوم. طب يلا تعالي نعمل اتنين نسكافيه تمام كده وتحكي لي حكايتك بالظبط، عشان حاسه ان في حاجه مش طبيعيه وراكي. يلا قومي قدامي. معلش يا نغم انا اسف، وراحت عليا نومه بس معلش. ولا يهمك، خليكوا نايمين. ماشي معلش، بس طب قولي لي ماما، طب طمنيني عليها بس عامله ايه طيب؟ ده معناه ان اقتناء اللوحة دي من قبل سموه غلط مش قانوني. تعرف ان هو بيحب يقتني حاجات دي لنفسه، مش جايبها علشان يتاجر فيها. ماشي، انا بس حبيت اني انبهكم. تمام. طب ايه، مفيش اي جديد عندك؟ في طبعا. كويس. عندي مزاد كمان يومين في امستردام انا طالعه، وان شاء الله هدور لسموه على اي حاجه هو هيحبها، هبعت لكم صور، ولو في اي حاجه هو عايزها انا هجيبها معايا وانا راجع. جميل، انت عارف هو بيثق فيك قد ايه وفي ذوقك، حتى مسميك صياد الطعن في الندره. واحنا تحت امر سموه، ان شاء الله نكون بس عند حسن ظنه. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذن انا بقى. ماشي، وفي بينا اتصال ان شاء الله. ان شاء الله. سلام. ايوه يا خواجه. الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام. ساعة بالكتير واكون عندك. لا ما تقلقش مش هتاخر.
يلا سلام. ايوه يا عمرو انا معاك اهو. يلا احنا قلنا ايه؟ 4 شمعدان في 1350 و3 فازه ايه كريستال ولا ايه؟ تمام في 2000. يلا احسب انا معاك اهو. طلع الكالكوليتر يا عمرو وخلصني كده. الحساب 11400 يا هانم. متأكد؟ اوكي. طيب المهم تاخد الفلوس كاملة من الناس مش زي المرة اللي فاتت. يلا باي. فرحة تعالي. هو انت ازاي حسبتي بسرعة كده؟ انا شاطرة قوي في الحساب، والأبلة في المدرسة بتقول ان دماغي كمبيوتر. ما شاء الله يا حبيبتي. ايه ده؟ ده انت كده جينيوس. انا خلصت كل حاجة يا ست هان، ما تأمرنيش بحاجة تاني؟ لا يا حبيبة قلبي، دقيقة واحدة. ماشي يا ستي. تمشيش دقيقة واحدة. اوعي تكوني يا فرحة ديتي ست هانم حكمانة عارفاكي لمضة وبلسانين. والله ما عملت أي حاجة يا أمه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويخليكي. خدي يا إيه ده يا ستي؟ خدي شوية هدوم شكلي كده للبنات. أنا عارفة الأوضة عندكم خطوبة، خدي بالك عليها. ربنا يبارك لك ويخليكي يا ست هانم ويسترك يا رب. قادر يا كريم بحق اللي بتعمليه معايا ومع بناتي. خدي دول كمان. إيه دول يا ستي؟ لا يا ستي كفاية كده. يا بنتي اسمعي الكلام وخدي. لا والنبي يا ستي كفاية الهدوم يا ستي. خدي بدل اللي جوزك خده وما مسكش. طب وانت ذنبك ايه بس يا ستي؟ مش كفايه الهدوم يا حبيبتي؟ ده مش عشانك ولا عشان فرحه واخواتها. تمام. ربنا يخليك يا ستي، ما احرمنيش منك ابدا. فرحه انا مبسوطه منك قوي، ايه الجمال ده؟ قولي لي بقى عايزه تطلعي ايه لما تكبري؟ انا عايزه اطلع دكتوره يا حبيبتي، اجمل دكتوره بجد. ماشي يا ستي، تأمري بحاجه تانية؟ لا يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي يلا. الله ربنا يستورك يا رب، وما احرمنيش منك ابدا. امين. انت بتعملي معايا ومع عيالي يا رب. نشوف عمرو. ايوه يا عمرو. اي حبيبتي بتهزري؟ وصلت امتى بنت المجنونه دي كده من غير ما تقول؟ طيب خلاص انا 10 دقايق وابقى عندكم. خلاص مستنيينك. يلا باي حبيبتي. يلا باي. كلها 10 دقايق وتكون هنا. طب ممكن يا ستي تريحيني من جو القلق والانتظار اللي انت معيشاني فيهم دول من امبارح، وتحكي لي فيه ايه وايه حكايتك بالظبط؟ يعني هو انت مش قادره تصبري بس 10 دقايق لحد ما نغم تيجي واحكي لكم انتوا الاثنين مع بعض؟ طب قولي لي اي حاجه. انت كنتي مختفيه فين؟ ده احنا حاولنا نكلمك اكتر من مره بس تليفوناتك كلها كانت مقفوله على طول. انا عارفه طبعا ان انت بتقلقي وفضولك اكيد هيموتك. خلاص هحكي لك واريحك. خلاص. الو. ايوه انا. مين؟ مازن. انت بتتكلم منين؟ ده بجد؟ طب حالا انا جايه. باي باي. استني بس، انت رايحه فين؟ عندي مشوار مهم جدا لازم اعمله. مشوار ايه ونغم اللي جايه دي؟ لا نغم تستنى، المشوار ده مش هينفع يستنى خالص. يلا مش اتاخر عليكم. اشوف وشكوا بخير. عامل زي الفرحه، تيجي تدخل القلب وتمشي على طول. والله يا عمتي انا لولا شغلي في جورنال في القاهره انا ما كنت سبتكم وعشت معاكم على طول في السويس. اتوكل على الله يا ابني، روح شوف شغلك وربنا يعينك ويقويك. حبيبي عم صديق، اهم حاجه عندي تاخد بالك من صحتك، والاهم من ده كله تسمع كلام عمتي لان دي اكتر واحده بتحبك في الدنيا. قول له والنبي يا يوسف يا ابني، احسن ده فاكني امنا الغوله. حاضر يوسف يا ابني. حاضر حبيبي. اشوف وشك بخير. سلام يا ابني. شوف وشك بخير. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا حبيبتي. خد بالك من نفسك يا يوسف. حاضر. وكل كويس. هاكل كويس. مع السلامة يا بابا. مع بابا. لا إله إلا الله. الله. سيدنا رسول الله. دي آخر حاجة كنت ممكن أتوقع إن أنا أسمعها منك يا دكتور مازن. أنا عم أقول هيك لأني خايف عليكي. أنت متخيلة يا دكتورة إن ممكن يتركوكي تعملي اللي بدك إياه بكل سهولة؟ لا طبعًا، هم أكيد مش هيسيبوني. إذا كان أنا فلتت منهم في لندن بمعجزة. طيب. بعدين أنا كان لازم أعمل كده. البحث ده أنا تعبت عليه جدًا، اشتغلت عليه سنين، وأنت أكتر واحد عارف الكلام ده كويس.
لاني بعرف عم اقول لك هذا الشيء، هي اكبر غلطه بتغلطيها بحياتك، يعني انت متوقعه انه هن بعد ما قدموا لنا المعامل والامكانيات العلميه المهوله يتركونا ناخذ الابحاث وحدا غيرهم يستفاد منها؟ غيرهم دي بلدنا، بلدنا اللي احنا كبرنا وتعلمنا فيها، الطبيعي ان احنا نديها حقها. الحقيقه انه لازم يكون ولائنا لهم لاننا موفروا لنا كل شيء. احنا سددنا كل حاجه على فكره. سددنا كمان اضعاف. وبعدين انت نسيت يا دكتور مازن انا وانت اشتغلنا قد ايه وتعبنا مع بعض ازاي؟ ده احنا وصلنا لنتائج هم ما كانوش يحلموا بيها. وبعدين هو انت ليه بحسسني ان البحث ده تحديدا انا سرقاه؟ البحث ده بحثي، ده فكرتي وانا اللي اشتغلت عليه وتعبت عليه سنين. حتى المعامل بتاعتهم انا ما حاولتش استخدمها، انا اجرت معامل من تكاليفي انا، من مصاريفي انا الشخصيه، انا اللي كنت بدفع كل حاجه من جيبي. ولا انت نسيت يا دكتور مازن؟ لا ما نسيت، بس هنا من وجهه نظرهم انه ولائك لازم يكون لهم، انه احنا كنا بنشتغل معهم. لا طبعا، طبيعي ان يكون ولائي البلدي انا. اظن انت كعالم او اي حد مكانك، اي مكان في البلد من اي مكان، سواء سوري، عراقي، اماراتي، لازم يكون ولائه البلد هو، لازم يوفيها حقها. يا مندي اللي هتختفي؟ سلسبيل. هي رجعت؟ امبارح. طب كويس. بس اللي انا متاكده منه ان في حاجه كبيره قوي وراها. سلسبيل اللي شفتها امبارح مش سلسبيل صاحبتنا ابدا. انا جاي لحضرتك في موضوع خطير جدا. خير؟ انا واقعه في ورطه كبيره قوي. اتفضلي قولي. طمني، رحت لماما؟ انا جاي لك عشان كده يا حبيبتي. انا ما احط صباعي تحت ضرس ولد فاروق واشمته فيا. يعني هتسيب الارض تروح مننا بده فطيس يا ابوي؟ وعلى فكره انا ممكن اروح معاكي لو عايزه. ايه اللي خلاك تعمل كده يا طه؟ ليه عملت كده؟ من غير ما ترجع لي حتى؟ يا ريت الزمن يرجع بيتي. حاجات كتير قوي ما كانتش هتحصل. انا برضو مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليها. هو ده اللي حصل من ساعه ما طبت عليا امبارح لحد ما جالها التليفون المريب ده، فطرت زي المجنونه قالت لي مش هتاخر. بس اللي انا متاكده منه ان في حاجه كبيره قوي وراها. سلسبيل اللي شفتها امبارح مش سلسبيل صاحبتنا ابدا. تفتكري عشان كده كانت قافله موبايلها الايام اللي فاتت؟ ما قالتش حاجه، بس كانت على طول ساكته ومساهمه وفي دنيا غير الدنيا. انا خايفه لتكون ورطت نفسها في حاجه كده ولا كده. لا ما تهيأليش، سلسبيل اعقل من كده بكتير. وبعدين هو انا لسه هقول لك مين سلسبيل، ما انت عارفاه زي زيك بالظبط. امال بتفسري بايه اللي بيحصل ده؟ مش عارفه. ربنا يستر. يا ربي وانا كنت ناقصه. في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ تعال تعال. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ في ايه اللي بيحصل؟ طب احكي لي. بس خصمك النبي ما تزعلي مني، انا والله ما يحوشني عني غير الشديد القوي، لولا تعبها والله ما كنت سبت. تسلميلي، طبرت فيك العشرة اصيله طول عمرك. يا خبر يا ست نوال، ده انا لو طول عيش خدامه طول العمر تحت رجليكي، والله ما هوافي الجمال اللي انت مغرقاني بيها. ربنا يخليكي وما تحرمش منك، انت زي ولادي وانت اللي فضلالي. زي الكلام ده، وولادك راحوا فين؟ ما هم حواليكي، ربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك يا رب. طب تصدقي بالله دي الست نغم قلبها كان هيتقطع عشانك. دي طيبه وحنينه قوي والله. كانت، لكن دلوقتي اتغيرت. يا ريت ما تجيبيش سيرتها، لا سيرتها ولا سيرة غيرها. المهم انت عامله ايه؟ تعالى يا سليمان. ازيك؟ نوال ليه عامله تعمليها؟ ليه عامل تعمليها يا نوال؟ زهقت يا سليمان، زهقت من الدنيا، مش عايزه اعيش علشان يرتاحوا كلهم. زهقتي ومش عايزه تعيشي؟ انت فاهمه ان اللي انت بتعمليه ده هيريح اللي حواليك، اللي حواليك كلهم بيحبوك يا حبيبتي، دول هيتعبوا مش هيرتاحوا. اوعي تعملي كده تاني يا حبيبتي، اوعي تعملي كده تاني. لو كنت شفتي سعادة ماما قد ايه لما الحب دخلت عليها، لو كنت شفتيها قد ايه كانت مبسوطه وهي بتتكلم معاها،
كنت تحس ان هي لبنتها مش هنا. اتمنيت ساعتها ان الارض تتشق وتبلعي. بس الحاجة مش غريبه عنكم، دي تقريبا متربيه معاكم، مامتك بتحبها، وانت كمان كنت بتشكري فيها على طول، بتقولي لي كل ما بتروحي تزوري ماما في الدار بتلاقيها عندها. يا حبيبتي انا مش زعلانه ان ماما بتحبها، بالعكس انا بس ثابت عليها نفسي. قارنت بيني وبين رحيل، وازاي انها ما سابتش ماما طول الفتره دي، فضلت معاها. الاحساس ده وجعني، تعبني، محسسني بتأنيب الضمير قد ايه انا اهملت ماما وسبتها تروح مني بالشكل ده. بس ان شاء الله ماما هتخف وترجع تاني واحسن من الاول كمان. يا ريت يا ريت يا شوق، يا ريت الزمن يرجع بيه تاني. حاجات كتير قوي ما كانتش هتحصل، كنت اتمنى اصلح حاجات كتير قوي حصلت غلط. بس يظهر الواحد ما بيحسش بقيمة الحاجة غير لما تروح، طول ما هي معاه ما بيعرفش قيمتها. عندك حق، في حاجات كتير قوي ممكن تتعوض الا الام. يوم بتروح بتروح معاها حاجات كتير قوي لا يمكن تتعوض. هو ده اللي انا حاسه بيه. نفسي الزمن يرجع تاني واروح لها ترمي في حضنها واقول لها سامحيني يا ماما، حقك عليا، انا ما اعرفش اعيش من غيرك. نفسي ارجع بيا الزمن. تعرفي شو؟ الظاهر انه الحكي معك بهذا الموضوع ما رح يجيب نتيجه طول ما انت مقتنع فيه. عموما انا لازم امشي لانه صار موعد طيارتي، بس انا بدي منك شيء مهم يا دكتوره، بدي اياك تنتبهي على حالك كثير منيح، ديري بالك، انا خايف عليكي، الموضوع مو سهل ابدا. اطمن يا مازن، انا هنا في بلدي وسط اهلي، يعني الناس هنا هيدافعوا عني بكل الطرق وهيحموني اكيد. انا بتمنى لك انك تحققي هدفك، وخصوصا انك ضحيتي بكل شيء كرماله. التضحيه اللي انا ضحيتها ما لهاش اي ثمن خالص، جنب اللي انا نفسي فيه واللي نفسي احققه. المهم عندي الفايدة اللي هتعود على بلدي من المشروع ده، وساعتها أنا مش هحس بأي تضحية أبداً عملتها. يا بخت بلدك فيك يا دكتورة. أوعدني إن أنا أشوفك تاني يا دكتور ميسر. أكيد أكيد يا سلسبيل. بعدين أنت لما بدك تنفذي مشروعك بدك مساعدين؟ ولا ما بدك إياه إنها الشرف إن يكون جزء بسيط من المشروع؟ بالعكس بقى، ده الشرف ليا أنا طبعاً يا دكتور. يلا بشوفك على خير. أشوفك على خير. باي باي. دي كده بتهرج، قالت لي كلهم 10 دقايق، تقوم تختفي كل ده وتقفل تليفونها كمان. قفلت تليفونها؟ لا طبعا دي حاجه تقلق. حبيبتي انا عندي اوردر تصوير كمان نص ساعه. يلا يلا حبيبتي اتكلي على الله، روحي شوفي شغلك، انا مش عايزه اعطل. لا يا حبيبتي انت عمرك ما تعطلين، انت كمان فوقي بقى، اللي انت فيه ده ما ينفعش خالص. انا هبقى كويسه ما تقلقيش. المهم قولي لي، عربيتك جت نسيانه ولا اخدك معايا في سكتي؟ لا الحمد لله جت، ما يحرمنيش منك يا مفهومه. ولا يهمك، خلاص على ابديتي اول ما اعرف عنها اي حاجه. اوكي جود لك في شغلك. ثانك يو. باي باي. انت لسه بتفكري في الموضوع اللي حكيتي لي عليه بتاع امينه؟ ما تتصوريش يا اميلي انا مستفزه ازاي من الموضوع ده. هموت هموت من الغصب بجد. الراجل ده ما عندوش دم، ازاي بيبص في عين عياله بجد؟ ايه ده؟ مش كل الناس بتفكر بطريقتك دي يا حبيبتي. الناس دي بتفكر تخلف وخلاص من غير حساب، ولا بيفرق معاهم هيأمن لهم مستقبلهم ازاي، هيعملوا ايه ليهم، ولما بيجوا على الدنيا بيفكروا ازاي يستفادوا منهم بأي طريق. يا سلام بقى لو بنات طالعه موضه دلوقتي خلفوا بنات كتير ويشغلوهم خدامين في البيوت. وبيني وبينك ما هو برضه الصبيان بيتعكوا برضه، بيمسحوا في الاشارات ويمسحوا عربيات، واحنا يتحرق دمنا. الحياه مش عادله زي ما انت متصوراها. ما تشغليش بالك بمواضيع انت مش طرف فيها، لانك مش هتقدري تغيري حاجه فيها. طب بذمتك، بذمتك مش طرف فيها ازاي؟ ما احنا معكوكين اهو يا جماعه. اقول لك على حاجه، ما هو خطاب غلط، يعني انا في التلفزيون مثلا اسمعهم يقولوا خلفوا كتير عشان انا مباه بيكم الامم، طب يا جماعه انت مش عارفك ان الكلام ده صح اصلا؟ ما هو عكس القران يعني. ربنا مش هيباهي بامه ضعيفه، ربنا عايز امه قويه. لا في ايه قرانيه عظيمه بقى بتقول لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا الخلفة الكتير أكيد مش هترضي ربنا بالمنظر ده أبداً. يا محمد، يا محمد افهمني، الراجل ده بتاع كلام مش بتاع أفعال. بالظبط كده.
ما انت عارفني، انا مش هغير رايي ومش عايز اتعامل معاه، انت اللي اتعامل معاه. يا عم اسمعني بس. بقولك ايه؟ اقفل دلوقتي، في مكالمة لازم ارد عليها. سلام. وانا بقول التليفون نور كده ازاي؟ طمني عليك يا حبيبي، اكبر شغلك ايه؟ شغل زي الفل، ماشي عالي العال. طبعا البركه في اللي بيمشي الشغل. كلامنجيه قوي انتي، قوي. بقولك ايه صحيح، انا خدتلك معاد من دكتور مهاب الحسيني وهو مستنيكي تكلميه، وعلى فكره انا ممكن اروح معاكي لو عايزه. ايه اللي خلاك تعمل كده يا طه؟ ليه عملت كده من غير ما ترجع لي حتى؟ مالك يا حبيبتي، في ايه؟ اتضايقتي كده ليه؟ اصل انت بتتصرف زي ما يكون انا مش موجوده، وبعدين انا قلت لك الموضوع ده يعني حاجه عارضه وهتعدي، ليه مصمم تدي الموضوع ده اكبر من حجمه؟ يا حبيبتي عشان خايف عليكي بس. خايف عليا يعني؟ شايفني مجنونه مثلا ماشيه في الشارع بقطع في شعري؟ يا حبيبتي مش قصدي والله. لو بتحبني بجد يا طاهر من فضلك ما نتكلمش في الموضوع ده تاني وننسى الموضوع ده خالص. حاضر حاضر، بس ما تتضايقيش، اهدي. لو بجد خايف عليا وعلى زعلي ما نفتحش الموضوع ده تاني. انا مش هروح لدكاتره نفسيين، انا كويسه. بس ما تتضايقيش، اهدي. يلا سلام. انت عارفه ان مش دي الحقيقه، ليه مش عايزه تواجهي نفسك بالحقيقه؟ مساء النور. بروفيسور رياض موجود؟ ايوه، مين حضرتك؟ انا من تلامذته. اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. دكتوره سلسبيل، يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، المفاجاه الحلوه دي. ميرسي يا دكتور. أنا متابع أخبارك ومقالاتك الأخيرة، أنا فخور بيكي على الآخر. تلميذة حضرتك بقى يا دكتور. لا تلميذة إيه، أنت بقيتي أستاذة، اتفضلي ارتاحي، أهلاً وسهلاً. خير يا دكتورة؟ هقول لحضرتك، بس يا ريت توعدني إن الكلام يفضل ما بيننا. مش عايزة أي حد يعرف أي حاجة خالص. ده من رغبتك أنا لازم أحترمها، بس إحنا كده الكلام خدنا، نسيت أقول لك تشربي إيه؟ لا لا مش سي ولا أي حاجة خالص. أنا جاية لحضرتك في موضوع خطير جدا. خير. أنا واقعة في ورطة كبيرة أوي، مش عارفة أعمل إيه ولا عارفة أتصرف إزاي، ولجأت لحضرتك عشان تفيدني تقولي أعمل إيه. اتفضلي قولي. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، الكلام اللي بتقوله ده ما يرضيش ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم الحاج، هو أنا جاي أفاصل معاك. أنا عبد المأمور، جاي أبلغك بقرار المحافظة. بس ده خرب بيوت يا عالم. شكلنا مش هنخلص النهارده. لو سمحت يا عم الحاج، امضي اللي انت استلمت القرار، خليني اروح اشوف حالي، انا مش فاضي. استهدى بالله بس كده يا سعاده الباشا وما تاخذناش. اصل الخبر ده نزل علينا كده زي القضم مستعجل، وزي ما تقول كده الارض دي هي كل اللي نتحكم عليه في الدنيا. نصيبكم كده يا حاج، ان الارض دخلت في رسومات الكوبري اللي المحافظه تعمله. طب قول لنا الله يرضى عليك، مفيش طريقة كده ولا كده نقدر بيها يعني نخلي الكوبري ده يبعد عن أرضينا؟ طريقة إيه يا عم الحاج؟ دي قرارات جاية من فوق، فوق قوي. إلا بقى لو ليكم حد واصل يعني يقدر أشوف لكم صرفة. إلا ربنا يا بيه، ربنا اللي أكبر من الكل. ونعم بالله. وقعلي بقى هنا عشان أتوكل أنا وفعت على حد كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. شكرا.
شكرا جزيلا. يا اهلا يا اهلا، ايه النور ده؟ انا برضو بقول البيت منور كده ليه؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي، ده نورك. ازيك يا نغم؟ الحمد لله. وحشاني جدا جدا جدا. وانت كمان اتفضل يا خير. اتفضل. اتفضلي يا حبيبتي. انت كمان وحشني قوي، مش متخيل قد ايه. انت كمان يا حبيبتي وحشاني جدا جدا جدا. طمني، رحت لماما؟ انا جاي من عندها يا حبيبتي. انت رحت لها؟ ويا ريتني ما رحت. طبعا انت عرفت اللي حصل. ماما يا خالو رافضه تسامحني، رافضه حتى تسمع مني اي كلمه. مش عارفه اعمل ايه. انا جاي لك عشان كده يا حبيبتي. جرالك حاجه في نبوخه يا ودته؟ ليه ماسك ده يا حاج؟ يعني ولد فاروق هو اللي هيساعدنا في الورطه دي؟ ولد فاروق اللي الود وده شفنا مولعين احنا والارض في ساعه واحده، هو اللي هيوقف ويانا؟ الكلام اللي هتقوله ده عدى عليه عمر بحاله 15 سنه، حتى لو 500 سنه. ولد فاروق ما ينساش اللي عملناه وياه. تفاكر ان طاهر محتاج مننا حاجه؟ ده عقبال ملتك ربنا فتح عليه من واسع وبقى حاجه كبيره قوي. ولو انا ما احط صباعي تحت درس ولد فاروق واشمته فيا، يعني هتسيب الارض تروح مننا كده فطيس يا بوي؟ يعني طاهر اللي هيرجعها لنا يا ابو مخ فرد بولغه انت؟ واي طاهر للود وده نشوفها راحت مننا، لكن لا انا مش هنول وغرضه ده على جدتي. بص يا نعم، ماما كانت متعلقه بيكوا جدا جدا، انتوا كنتوا كل حياتها. هي ما كانتش مستوعبه ان هيجي وقت وتسيبوها كلكم. المشكلة بقى إن الوقت ده جه بسرعة وكلكم سبتوها في وقت واحد، فهي للأسف ما استوعبتش واتصدمت. صح، أنا عشان كده كنت بقول يعني إن إحنا لو رجعنا تاني حواليها وجنبها يمكن ده يحسسها بالأمان وترجع تاني تعيش معانا ونبقى كلنا مع بعض تاني ونرجع زي زمان يا خالو. ده مش هيحصل يا حبيبتي. على رأي الست عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. ده مستحيل يا نغم، مستحيل. ليه بس يا خالو ليه بس؟ هقول لك ليه. لأن لو ده حصل أنت بالتأكيد هتضغط على أخواتك، وأخواتك لو ضغطت عليهم هيعملوا ده وهم مجبرين، وده مش هيسعدها ولا يريحها ولا هترجع لكم زي ما أنت عايزة. طب إيه الحل دلوقتي؟ نسيبها كده عايشة لوحدها على طول؟ لا مش هنسيبها عايشة لوحدها، بس بقولك ايه، انت تسيب اخواتك يعملوا اللي هم عايزينه. يا نغم يا حبيبتي، الحب والاهتمام يا حبيبتي لازم يجي من جوه البني آدم، ما ينفعش يجي بالفرض وبالقوة. شكلنا اكتر ايديكي بس. ايه التقليد ده؟ انت ايه تعرفنا العيلة الاول؟ هي بتحبنا اكتر، معلش هنعمل ايه؟ تعالوا انتوا الاتنين، انتوا الاتنين اكتر، معلش يا نغم. تعالوا مامو، قلب رؤوفة، قلب رؤوفة، ربنا يخليكوا ليا. يا ابني اوعى بقى بطل فداك بقى، يا لهوي عليكم. قالوا لي بطلي شقاوة. تقليد قالوا والله. انا مش ده قلبي. طول عمرك في حاجة مهمة قوي. انا هتكلم معاكم كلكم واحد واحد من غير ما تتخانقوا. وانت يا رامي اوعى تضايق اختك. مالك يا رياض؟ من ساعة الضيفة اللي كانت هنا ما مشيت وانت قاعد في مكانك ما اتحركتش. هي قالت لك حاجة ضايقتك ولا حاجة؟ لا خالص. أمال إيه؟ أصلها حملتني أمانة مش عارف أكون قدها ولا لأ. أمانة؟
أمانة إيه؟ تستعجليش يا دكتورة، هتعرفي كل حاجة في وقتها. أنا كل اللي بفكر فيه دلوقتي المسكينة دي، حاسة إنها حطت نفسها على شريط سكة حديد قدام قطر ما بيرحمش. أنا مش فاهمة حاجة، أرجوك تفهمني تقصد إيه. ربنا يستر. يا حبيبتي أنا أول ما وصلت قلت أكلمك، مفيش حاجة، أنا كويسة اطمني. والله كويسة، مش هينفع الكلام خالص في التليفون دلوقتي. خلاص أنا هجيلك بكرة وأحكيلك كل حاجة. تحت أي ظروف لازم نتقابل بكرة. مش هينفع، مش هينفع خالص اللي أنت بتقوليه. أنت مش هينفع تختفي تاني، وما تقلقينيش عليكي. باي بكرة. ها باي. مساء الخير يا بيبي. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا مين دي اللي هتختفي؟ سلسبيل. هي رجعت؟ امبارح. طب كويس. اخلي دادا كريمة تحضر لك العشاء؟ لا لا لا، ماليش اي نفس. ليه يا طاهر، في ايه؟ مفيش حاجة. انت هتخبي علي انا؟ ده انا نغم حبيبتك. عندك مشكلة في الشغل، صح؟ في مشكلة كبيرة جدا عند خالد حسان. ماله، في ايه؟ خير؟ مش مهم دلوقتي، انا الصراحة مش قادر اتكلم. قولي لي بس ماما عاملة ايه. بلاش يا حبيبتي، لا تروحي ولا تيجي. انا بقى مش موافقة على اللي انت عايزة تعمليه ده. يا ماما انا حاسة ان انا لو روحت اتكلمت معاها هي هتسمعني وهتصدقني. يا حبيبتي هي لو كانت عايزة تصدقك كانت صدقتك من الاول. بلاش عنده واسمعي كلامي، وشيلي بقى الناس دول من دماغك. اللي صدقوا عليكي كده من الاول ما يستاهلوش حاجه ابدا. يا ماما انت عارفه ان الناس دي كانت هتبقى عيلتي التانيه، وانت عارفه انا بحبهم قد ايه. وبعدين مش رايحه اقول لها حاجه، انا بس هتكلم معاها براحه. انا حاسه انها لو سمعتني هتقتنع بكلامي، وساعتها انا هستريح، مش هعمل اكتر من كده. فمعلش يا ماما عشان خاطري، سيبيني اتصرف براحتي. يا سلام. طب ما انا